يوسف القرضاوي. ولد يوسف القرضاوي في 9 سبتمبر سنة 1926، وتوفي 26 سبتمبر 2022، وهو عالم مسلم أزهري يحمل الجنسية القطرية، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا. ولد في قرية صفت تراب، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، وهو كان يقيم في الدوحة في قطر، وله أبناء عبد الرحمن يوسف وإلهام القرضاوي، وعقيدته هي أهل السنة والأشعرية. وتعلم في جامعة الأزهر، وكان له واعتبر كاتب وشاعر، ومذاهبه إسلامية عقائدية، وكانت له اهتمامات في الفقه والاتحاد العالمي لعلماء المصريين، وكان موظف في جامعة قطر. وكان للقرضاوي تطورات هامة في حياته حقيقة، كانت أثرت في شخصيته وأثرت في تكوينه العملي والمهني وفكره والأيديولوجية التي كانت تنتمي إلى الإخوان المسلمين. مات أبوه وهو عمره 2 عام، وتولى عمه تربيته. في الحقيقة تعرض يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات، والسبب هو انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. دخل السجن أول مرة كان سنة 1949، وده كان في العهد الملكي، ثم تم اعتقاله بعد كده 3 مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر في يناير سنة 1954، ثم في نوفمبر من نفس السنة استمر اعتقاله حوالي 20 شهر. وفي سنة 1963 اعتقل ايضا، وفي سنة 1961 سافر القرضاوي الى دولة قطر، واشتغل فيها مدير للمعهد الديني السنوي. وبعد استقراره هناك فضل مدة طويلة، ثم حصل على الجنسية القطرية سنة 1977، وتولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميد لها حتى نهاية سنة 1990. وكذلك أيضا أصبح مدير لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر. وقد انتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قيادتها المعروفين، ويعتبر القرضاوي منذر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه كان دائما يرفض. وكان بيحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر، إلا أن تم إعفاؤه من العمل التنظيمي في الإخوان. وألف كتاب الإخوان المسلمين 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد. كان الحقيقة كان بيتناول في الكتاب دوت تاريخ الجماعة منذ نشأتها إلى نهايات القرن العشرين، ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وفي باقي دول العالم التي يتواجد فيها الإخوان المسلمين. والحقيقة القرضاوي أبدى ترحيبه بتولي الإخوان حكم مصر، وكان يزعم أنها هي الجماعة الإسلامية الوسطية المنشودة حسب وصفه. ويعتبر مشروع الإمام حسن البنا هو المشروع السني الذي يحتاج إلى تفعيل، ووصف الإخوان المسلمين بأنهم أفضل مجموعات الشعب المصري بسلوكهم وأخلاقيتهم وفكرهم وأكثرهم استقامة ونقاء. ده طبعا من وجهة نظره. وعلى مر العصور الفترات اتمنع القرضاوي من دخول بعض الدول، فقد رفضته سلطات بريطانيا، رفضت اعطائه تأشيرة الدخول الى اراضيها، لان قال فتوى بيأيد فيها العمليات التفجيرية والاستشهادية كما يسميها منفذوها وميدوها، او الانتحارية كما يسميها منتقدوها داخل اسرائيل، والتي هو كان يعتبرها عمليات استشهادية في حين اعتبرتها بريطانيا إرهابية. ورفضت بريطانيا دخول القرضاوي بسبب تبريره لتلك العمليات. كذلك أيضا في فرنسا أعلن ساركوزي في 26 مارس 2012 منعه أيضا يوسف القرضاوي من دخول فرنسا،
معلقا بأنه شخص غير مرحب به في فرنسا، فيما كان إطار حديثه يدور حول الإسلاميين المتشددين. وفعلا القرضاوي كان متشدد. وأيضا أعلنت السعودية سنة 2017 ومصر والإمارات والبحرين في بيان مشترك قائمة جديدة ثالثة للإرهاب، ضمت كيانين و11 شخص، وكانت في مقدمة هذه الكيانات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وشخص القرضاوي المشمول مع أشخاص آخرين محسوبين على تيار الإخوان المسلمين. كما أنه في 17 يناير سنة 2018 أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكما بالسجن المؤبد على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي بتهمة التحريض على العنف في قضية اغتيال الضابط وائل عاطف طاحون سنة 2015. نفى يوسف القرضاوي أن يكون أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد الثاني أمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإنه قد سحبت منه الجنسية القطرية منه. وقال إن بعض المواقع المشبوهة تناقلت تلك الإشاعات التي روجتها وسائل إعلام تابعة للنظام السوري لإثارة البلبلة حوله لمناصرته القضية السورية. والحقيقة كانت لي بعض المواقف والآراء. في 20 إبريل سنة 2009 أعلن القرضاوي أنه بيكتم اجتهادات فقهية وفتاوى حول قضايا معاصرة تجنبا لتشويش الجماهير عليه، مشيرا إلى أنه أخفى فتوى بجواز مصافحة الرجال للنساء الأجانب عند الإضطرار، وأمن الفتنة لعدة سنوات، والتي نشرها في الجزء الثاني من كتابه فتاوي معاصرة. وفي 8 مايو 2009 انتقد القرضاوي أيضا قطر لسماحها لصحفي دنماركي يعمل بصحيفة ريولاند بوستون التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 2005 للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. وقال الشيخ القرضاوي: هذا الرجل الذي جاء إلى الدوحة ما كان لقطر أن تسمح له، وعللت قطر إنها لم تكن تعلم إن هذا الصحفي الدنماركي يعمل لتلك الصحيفة. وكان القرضاوي قد انتقد قطر في مايو 2001 لدعوتها عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيريل شارون في ذلك الوقت والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في قطر، وقال: أربأ بدولة قطر وأرفض قطر أن تستقبل شارون على أرضها، لا أهلا بشارون في قطر. قلت لمن صافح بريس سفاح أن يغسل يديه 7 مرات أحداها بالتراب، وأقول لمن صافح ويصافح الجزار شارون سفاح صبرة وشتيرة أغسل يديك 70 مرة. وفي لقاء القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة في تاريخ 16 فبراير 2003 سئل عن القواعد الأمريكية في الخليج، فقال: أنا قلت شفت الاتفاقات اللي حدثت قديما مع أهل المنطقة تحترم لأنها قامت بها حكومات، ولا نريد أن نشعل فتنة بين الشعوب والحكومات، مع حق الشعوب في أن تنتقد هذه الاتفاقيات وتنتقدها بالوسائل السلمية. يعني ممكن صحفي يكتب يقول إننا لا نوافق على الاتفاقية التي وقعت بين قطر والأمريكان، أو بين البحرين والأمريكان، أو بين السعودية والأمريكان، يفعل هذا ونحترم هذه الاتفاقيات. إنما الغزو الأمريكي الآن، الجلود التي تأتي من أمريكا بال150 ألف وأكثر من 40 ألف بريطاني، والإنزال البحري والجوي والبري في المنطقة، هذا ما يجب أن يقاوم. ومن قاومه من المسلمين، من قاوم هذا الغزو للمنطقة الذي يجري دون غير أو شرعية دولية وبغير رضا عربي، وهذا ما يجب أن يقاوم. ومن قاومه فقتل فهو شهيد إن شاء الله، بينما ينتقده البعض لموقفه هذا. كما كان ضد وجود القواعد الأمريكية في قطر كما ذكر ذلك في قناة بي بي سي العربية. وأفتى القرضاوي أيضا حقيقة برغم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا ثبتت مشاركته في حرب غزة، وعلى هذا علقت في الضفة الغربية صورا ضخمة للقرضاوي يظهر فيها مصافحا يهودا، وقد
كتبت على الصور تعليقات تصف هؤلاء اليهود بأنهم إسرائيليون، وقد وقعت مصادمات بين المصليين في الضفة الغربية وأئمة ببعض مساجد الذين خصصوا خطبة الجمعة للهجوم على القرضاوي بناء على تعليمات من وزارة الأوقاف التي كانت تابعة لحكومة تصريف الأعمال. وكذلك أيضا أصدر القرضاوي فتوى خاصة بختان الإناث في مارس 2009، استند فيها إلى ما أثبتته الدراسات العلمية المختلفة التي قام بها أهل الاختصاص الموثوق في علمهم وإيمانهم وأخلاقهم، من أن عادة ختان الإناث ليس وراءها أي فريضة ترجى، بل إنه يخشى من وراءها إلحاق الأذى والضرر بالإناث في حاضرهن ومستقبلهن. وأوضح القرضاوي في فتوى إن شكوى النساء التي تعرضن للختان قصرت، وإنهم يشكون الأثر السلبي لتلك العادة في حياتهن الزوجية. وخلص القرضاوي إلى القول، ولذلك انضم إلى الذين يقولون بأنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه العادة، ولا يوجد عندنا من أدلة في الإسلام من القرآن ولا سنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من المصلحة، ولا يوجد عندنا أي دليل يدعونا إلى أن نتمسك بهذه العادة، بل كل الأدلة الشرعية والواقعية تنادينا أن نمنع هذا الأمر. ولهذا أفتى بمنع هذه العادة حرصا على سلامة المرأة المسلمة والفتاة المسلمة والطفلة المسلمة وحمايتها من أي أذى. وفي آذار عام 2009 بعد ما قبلت طرفة بغجاتي مع رودريج نبرد الشيخ يوسف القرضاوي في دولة قطر، أصدر القرضاوي فتوى تحرم ختان النساء واعتبرها ضد تعليم الدين الإسلامي. والحقيقة قد أثير جدل حول يوسف القرضاوي في بعض آرائه الفقهية التي لا ما لقيتش أي ترحيب عند بعض العلماء، لأنه في نظرهم بيقول إن الرأي بيقدم الرأي على الدليل الشرعي تحت خضوع ضغوط العصر الحديث، إلا إن مناصرين القرضاوي بيقولوا إنه استطاع الوصول إلى آرائه الفقهية التي تستند إلى قواعد واضحة في أصول الفقه، كالجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر عن طريق البحث في مناسبة الحديث، إضافة إلى دراسة المذاهب الفقهية المقارنة للوصول إلى الرأي الراجح. ومن أكثر التيارات التي تنتقد القرضاوي الجهاديون، الذين ما يأخذون عليه هو فتوى بجواز قتال المسلمين الأمريكيين مع الجيش الأمريكي ضد المسلمين في أفغانستان. وقد سئل القرضاوي عنها في موقع إسلام أونلاين وقال: لم أفت بهذا، بل يمكن أن يعتذر الجندي المسلم في الجيش الأمريكي عن قتال من هو بمثل عقيدته، وهذا ما أفتيت به وما أفتي به، وإذا فرض عليه القتال فلا يبادر هو بالقتال. وأيضا أكثر ما كان ينتقده التيار الشيعي بسبب تحذيره من خطورة تنامي ما يوصف بالمد الشيعي ومحاولة غزو المجتمع السني. وأيضا بعض الغربيين بالإضافة لانتقادات العلمانيين، فبعضهم يأخذ عليه تأييده للعمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين. وتوفى اليوم يوسف القرضاوي 32 صفر 1444 هجرية، الموافق 26 سبتمبر 2022، في الدوحة، عن عمر يناهز 96 عاما، وهو الآن في ذمة الله، والله يرحمه ويسامحه إذا كان قد أخطأ في حق الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.